قومي البسي وانزلي اقعدي معايا في الجنينة. لا معلش يا ماما، انزلي انت. ليه تقعدي انت لوحدك واقعد انا لوحدي؟ يا ماما احنا طول النهار قاعدين مع بعض بنقول نفس الكلام في نفس الموضوع. انت اللي حابسه نفسك. اخرجي غيري منظر، غيري وجوه. اروح فين بس ومع مين؟ خدي العربية وروحي في اي حتة تعجبك. زي ايه مثلا؟ تيجي نروح لخالتك، احنا بقالنا زمان ما زرناهاش. يا ماما اعملي معروف انا مش عايز اخرج خالص. بلاش يا ستي خالتي، روحي لاصحابك دول كتير قوي، انت طول عمرك بيتك كان مليان. دول ناس كانوا مفروضين عليا، ما كانش من حقي ابدا اختار اصحابي. عفاف كلمتك مرتين، اهي دي بقى صاحبتك من زمان، ما كلمتيهاش ليه؟ عفاف اتقطعت الصله بيني وبينها من يوم هي ما اتجوزت وانا اتجوزت. دي اول ما سمعت باللي حصل ضربت تليفون. جايز الظروف بعدتكوا عن بعض، لكن وقت الشده ظهرت وسالت. انا مش فاهمه انت حابسه روحك بين اربع حيطان كده ليه؟ انت بتعاقبي نفسك ولا ايه؟ جايز. جايز ليه؟ لاني غبيه. حاسه انك اتسرعتي في مساله الطلاق؟ بالعكس، انا اتاخرت كتير واستحملت كتير. 12 سنه يا ستي، انت لسه صغيره وحلوه واحلى من زمان كمان. انت بترفعي معنوياتي. بصراحه بقى انا بحسدك، انا عشت حياتي مره واحده وانتي هتعيشيها مرتين. هتعيشي قصص الحب من تاني، وتعيشي فتره الخطوبه الجميله من تاني، وبعدين تلبسي الفستان الابيض والطرحه البيضاء من تاني، وتقضي شهر العسل من تاني، وبعدين تجيبي بيبي صغنطوط قد كده اهو تحطيه جنبك في العربيه وتتمشي بيه في النادي. الناس هيشوف البيبي معاكي، وابني ايمن معايا هيقولوا اني انا الاكبر مني. انت عمرك ما هتكبري ابدا، عشان خياليه ومتفائله، وانا لسه طالعه من تجربه مره. مش بالسهوله دي احب واتحب. يا ريتني خرجت من التجربه دي بطفل، ما كنتش فكرت في الجواز تاني. بتخلص بسرعه مين الست الحلوه اللي معاكي دي؟ وبعدين معاك يا محي، ما اتغيرتش ابدا. ازيك يا محي؟ اهلا، ازيك يا دولة؟ الحمد لله. ازيك انت؟ سيادتك بقى عماله ترغي مع صاحبتك وناس ان في اصحاب هناك مستنيين. اصحاب مين الاصحاب دول اللي قاعدين هناك هم؟ هاي دولة. هلو. ايه ده، انتوا عاملين لي حفله طلاق؟ عزيزه نعم يا ستي. ناوليني نوتة التليفون اما اشوف ايه اللي اخرها في النادي لحد دلوقتي. حاضر. يلا يا جماعه بطلوا كسل. ايوه جايين وراك على طول اهو. الحصان ده بيموت في السكر، ما بيشبعش منه ابدا. ده بيموت في الايدين الحلوين اللي بيوكلوه السكر. بس الايد التانية فيها عصاية، قوله لو ماسكتش العصاية هتشتغل. ما هو عارف ان مفيش حلاوة من غير نار. ده عينه فارغة، الظاهر ان الذوق مش هجيب نتيجة معاه. اخ العصاية هتشتغل. الله، امال فين حسامك؟ الله، حلو قوي البرفان اللي انت حطاه ده، يجنن. عجبك؟ اه طبعا. كويس اللي عجبك، انا اصلي جايبه منه اتنين، واحده ليا والتانيه لمراتك. يا رب توعي. ماليش، بس دخولك وخروجك بقى كتير. انت عايزاني اعمل ايه بالظبط؟ حبست نفسي بين اربع حيطان، خفتي عليا من الوحده، خرجت خفتي عليا من كلام الناس، اعمل ايه بس؟ ما هي الناس ما بترحمش. انا عارفه الناس وبعرف اتصرف معاهم كويس. اجمل سنين عمري ضاعت وانا خايفه من الطلاق وكلام الناس. مين فيهم حس بيا؟ مين يقدر يرجعني يوم واحد من عمري اللي ضاع؟
محي محي. ايه بند عليك من الصبح مش سامعني؟ لا سامعك وشايف، بس عايز الناس كلها يشوفوا ويسمعوا ان واحده حلوه زيك بتناديني. وبعدين بقى مش تبطل هزار. انا ما بهزرش. امال فين مراتك؟ وانا كل ما اكلمك تقولي لي مراتك مراتك مراتك. اصلا انا مديها ميعاد تكون هنا الساعه 11. الذنب من ذنبها، ذنبي انا، انا اللي رديت عليك في التليفون، جت في ودني 12 مش 11. وانت عارفه عفاف مهووسه بشغل البيت، طول النهار ترتب وتنظم وتساوي. وطبعا قلت لها هي كمان ان الميعاد 12. مش بقول لك جت في ودني كده؟ ممكن افهم ايه اللي جابك انت 11؟ وانا برضو معقول اسيبك تستني لوحدك؟ افهم من كده ايه؟ افهمي بقى يا ستي ان انا مهووس زي عيلتي بالظبط، كل واحد فينا مهووس بحاجه شكل. يا ريتني كنت مهووس بالخيل، كنت اشتريت مصنع سكر. ولا مهووس بالبيت، كنت برضو اشتغلت وشفت نتيجة. إنما مصيبتي إن أنا مهووس بالقمر وبعيد عني عطوله إزاي؟ على قد ما هو جميل إنما قاسي وعندي ورافض يكلمني ولا يسمعني. محي أنت سودتها قوي، أنا باخد كل اللي بتقوله على إنه هزار. ما هي دي المصيبة. المصيبة إنك عارف إني صاحبة مراتك. تاني رجعت تقولي مراتك؟ أهي مراتك وصلت. اشمعنى النوبه دي جت في ميعادها مظبوط؟ صباح الخير. صباح النور. جيتي امتى؟ من شويه صغيره. عادي. كويس انك جيت بدري يا محي علشان دولك ما تضايقش. ده انا كنت هطق من الغيظ. الناس ما بقاش عندها ذوق ولا دم، اول ما بيشوفوا ست لوحدها بيفتكروها صيده. انا كنت هضرب واحد بالقلم عشان يفوق ويحترم نفسه. كنت قولي المحي هو كان اتصرف معاه. ايه الحكايه دوت؟ انت ما قلتيش بتخرجي من البيت وشغله نفسك قوي بالجنين. انت من امتى بتحبي الزرع؟ نفسي اعمل حاجه واشوف نتيجه. لو سبت الزرع يوم هيدبل واحس انه محتاج لي. مهم قوي الاحساس ده. وصحباتك يا دولة، ما انت كنت بتخرجي تتسلي معاه. كل واحدة بتخرج معاها جوزها وجوزها عايز يتسلى. يتسلى مع مين؟ وحياتك يا ماما ما تفكرنيش. أنا لسه كنت جاية أقولك اتصلي بهدى. أهي هدى بالذات دي لأ، هي في حالها وأنا في حالي. طب اديني نمرتها أنا اللي هكلمها. هتقولي لها إيه؟ أصل أنا محتاجة المحامي زي باباها يشوف لي مشكلة السكان اللي احتلوا الشقة بالقوة في بيت الجيزة. إزاي أنا معرفش الموضوع ده؟ من كام سنة جا واحد مرازي من البلد، قعد مع قرايبه في الشقة علشان يتعلم، اتخرج واشتغل وقرايبه عزلوا وهو قاعد من غير عقل. وازاي سكتي على الموضوع ده؟ ده من بجاحته بعد جاب أمه علشان تقعد معاه. هي الحكاية عافية؟ ما هو طمع فيا، لأني لا أنا قادرة أروح ولا آجي، البواب كلمه مرة واتنين وعشرة مفيش فايدة. بواب إيه؟ وأنا رحت فين؟ مالك أنت بس ومال المشاكل دي؟ وأنا ورايا إيه؟ هتشوفي اللي هعمله. مدحت كامل زيدان، يا سلام على بجاحتك يا اخي، وكمان السطوح بقى ملكك. حضرتك استاذ مدحت كامل زيدان؟ مين حضرتك؟ انا صاحبة البيت. لا مؤاخذة، أنا دخلت كده على طول لقيت باب السطوح مفتوح. البيت بيتك يا هانم، تقدري تدخلي السطوح والشقة كمان لو عايزة من غير ما تستأذني. بس ما كانش في داعي إنك تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا. اللي أنت عايزاه حصل يا هانم. حصل إيه؟
انت مش كنت جايه علشان تطردينا من الشقه انا وامي؟ خلاص امي سابت لكم البيت، ارتاحت وريحتكم، راحت لها مكان تاني، لا هتدفع فيه خلو ولا تعمل هناك عقد جديد. امي ماتت امبارح. الباقي في حياتك اكون شاكر لو استنيتوا عليا يومين ثلاثه لحد ما اشوف لي حته تانيه اعزف فيها. يومين ثلاثه؟ ايه كتير؟ الساكن الجديد واقف على الباب دفع كام؟ انا مقدره حالتك وعارفه. مقدره ايه وعارفه ايه؟ تعرفي ايه عن الشقه والغل؟ يا صاحبه العماره ما تخافيش على املاكك، انا مش هستنى هنا. انا اصلي مليان هموم، مليان، ومش ناقص مشاكل معاكم. بالعكس احنا مش بتوع مشاكل. كفايه بقى كفايه، ياما عملتم فيا، بس ما كانش ممكن اسيب الشقه وقتها. كنت اروح فين بامي اللي جبتها من البلد علشان تتعالج هنا؟ وما كانش ممكن الاقي وقت ادور فيه على سكن تاني. كنت بروح الشغل وانا سايبها بين الحياه والموت، لكن دلوقتي ممكن اروح في اي داهيه ان شاء الله حتى انام على الرصيف. ما انا خلاص بقيت لوحدي. على اذنك طمنيني، عملتي ايه؟ عرفتي تحلي المشكله؟ مدحت زيدان هيقعد في الشقه والعقد هيبقى باسمه.